ما كاينش تنظيف الرحم، يعني هذا خطأ، مفهوم خاطئ ديال تنظيف الرحم. يعني حتى تنظيف الفرج المهبل من الداخل ما خصوش يكون. يعني التنظيف اللي خص تقوم به المرأة هو التنظيف اللي كانت كتنظف المسابحة ملي كانت مازال بنت عذراء، يعني من الخارج، يعني الأعضاء الجنسية ديالها الخارجية هي اللي كتنظف، الداخلية ما خصش يكون لها أي تنظيف، لا في المهبل ولا أدراك. إذا كان تنظيف الرحم ف كنظن بأنه غادي تكون عنده غير مضاعفات سلبية. التنظيف ديال المهبل حتى هو عنده مضاعفات سلبية، منها الآلام في الجماع، منها يقدروا يوقعوا تعفنات جراء داك النظافه ديال المهبل، لانه كاين ميكروبات طبيعيه كتكون في المهبل. ملي كيوقع داك التنظيف كيوقع خلل في الميكروبات الطبيعيه اللي كيؤدي للتعفنات اللي كيخصها علاج، فما ما منصوحش به نهائيا. التهاب الرحم كيقدر يجا تعفنات الميكروب هو اللي كيعطي التهاب في الرحم، التهاب ديال جوف الرحم، لوندوميتريت سي التهاب ديال جوف الرحم، كيكون عادة جراء الإصابة بميكروبات، دونك تعفن انفيكسيون، إما ميكروبات عادية ولا حتى ميكروب ديال السل اللي مازال بالأسف عندنا في البلاد ديالنا.